عليكم بخير. لاباس معكم هشام في صالونات مغربيه. كما تشوفوا معايا نشارك معكم هذا الصالون الجديد ان شاء الله بحول الله هنايا في تدارت عند واحد السيد صديقنا وحبيبنا والله يكمل عليه بخير. والحمد لله تكلفت ليه بالعود بلي ماطلة بالخياطة بالثوب بلي سطور غادي نلصقوه ليه وغادي نصابوا ليه واحد الال رومي هنا كنابيات ان شاء الله تما غادي نصورهم لكم تشوفوا كيفاش الصالون كيفاش كمل. انا تنوريكم غير الاولاني اللي حطينا كيفاش جا هنا بالنسبه للعود وبالنسبه للخدمه هنا النقشه ديال اليد شي حاجه بلارز والاكاجو بروميان شوا مع هشام واللون د العود شفتوا معايا شي حاجه بروميان شوا كما تشوفوا معايا هنا خدمنا ليه هنا هذا المطروز هذا الغوز بيبي لحساب الحيط كما تشوفوا معايا غادي للغوز درنا ليه هنايا اللون هذا المارو بالدوري وبالباج كما تشوفوا معايا في هذا العود فيه ثلاثه ديال اللوينات شفتوا الصفيفر الارضيه مارو بهذاك الباج ديالها. هنا الماطله خدمناها ماطله جوتي فيكس كما تشوفوا معايا بهذا الموتيف هذا باش تجي الخياطه روميه والثوب رومي. هنا كما تشوفوا معايا درنا الكاريات الدوري جينا هنا اللور درناهم بهذا الموتيف هذا خدينا هنايا لافاز ديال الخديه كلها سامبل من جهه وخدينا هذا الموتيف هذا هنا في الجنب بالكريت صم باش يجو رومي بلدي. الناس اللي تيبغيو الصالون رومي بلدي راه انا تنوريكم كيفاش تجي الخياطه في البلدي والرومي ولا فينيسيو ولا كالي. هانتوما كما تشوفوا معايا هنا سمحوا لي شويه هنا درنا الكوان هنايا ما درناش لي مكون فرماجه درنا الفرماجه كلها كاري فيها متر 10 على متر 10 خدينا الخديه في القنت هكاك على حساب حيت عنده الباركوم يمكن يخلي الكوان شفتوا مع الباركو هنايا هابط لتحت خدينا هنا لي كاري بالغوز وبالدوري جينا هنا خدينا لي كاردو بالموتيف والغوز بحالو بحال الخديه هنا خدينا لي كاري تا هما بالموتيف وبالاني دوري شفتوا كيفاش جا هاد السداري الوسطاني فيه مترو وعشرين درنا فيه خديه ودرناه سامبل على حساب هاد الموتيف هذا هنا جا مزوق ويجي هنا السامبل وهنا المزوق باش تشوفوا ما تجيش تخوشارجي هانتوما معايا. مرحبا بكم والف مرحبا معكم هشام في الصالونات المغربيه. هاد الثوب كاين في قيصريات بناني اللي في سهيل الحسان اون فاس تجاري. بالنسبه للطبله كما تشوفوا معايا الطبله حتى هي شوف الرشمه ديالها ما شاء الله كيفاش جات وزاله ولا فينيسيو والاتقان مع هشام هادي رجاجه ديال 8 باش تنخدم ما تتقطع ما تتهرس ما والو. شوفوا الطبله كيفاش جات انتم شاركوا معايا هذا الصالون في تدارت جا مانيفيك وعر بروميان شوار كاليتي الاتقان الخياطه العماره. هنا غنديروا ليه لي ستور بالبانوا الديكوراتيف ان شاء الله غدا غادي يكمل ليه الصالون. هنايا خدينا ثاني نفس الشوفه اللي خدينا على اليمين هي اللي على اليسار جينا هنا خدينا هاد لي سوندري هادو كما تشوفوا معايا نفس الشكل ديال الطبله شفتوا كيفاش جا انتوما تبعوا معايا مزيان وانا نوريكم غير بشويه. هاد العود هذا راه تيتخدم ب 1400 درهم المتر النقش ديال اليد بالاكاجو الحر وبالارز الحر وبالليطر في الارضيه ديال النقشه ديالو هنا ماشي بوالو. هاد النقيط اللي تشوفوا هنا باش تضرب النقش ديال العود ماشي بواروج ليطر ملي تخدموا في الارضيه هكا بالبواروج هو داك العود العادي تيتقام 1100 درهم المتر شفتوا. هنا شوف الزواقه ديال السداري في لافاس القداميه كيفاش جات نفس الزواقه نفس الموتيف ما شاء الله. وهنا درنا ليه التلاصق ديال الالوان ما بين الانيغوز مع هاد الدوري باش تخرجوا شوفوا كيفاش جا انتوما مرحبا بكم. شوف انا هاد الدخله نوريكم الصالون كامل بالنسبه للمحلات اللي عندنا كاين واحد في ستراسبورغ وكاين واحد تيشوف في الرومبا 20 غش مكتوبه عليه صالونات مغربيه عند هشام درنا على اساس باش الناس تيجيو يسولوا علينا وما تيعرفوش لي ماكازان عندنا الاولين حنا درنا لكم في الرومبا باش تجيو نيشان وعاد ديك الساعه تنوريكم المحل الاخرين. وكاين واحد تاج تيسي في حسن الصغير اون فاس البنك الشعبي وواحد تيسي جده حدا التجاري في سهيل الحسن مع فلورا اللي في قيصريات بناني اون فاس تجاري. وكاين المايزيد وكاين الجديد والحمد لله
وعندنا اقبال مع الناس ومرحبا بكم والف مرحبا. وكما تنقول لكم الناس اللي ما تنجاوبوكمش في نفس النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام غير سمحوا لنا، راه عندنا شويه ديال الضغط، تنجاوبوا كلشي وتنخليو كلشي على خاطرو باش حتى الكل وتنعطيوه الوقت ديالو، حيت يمكن ليا نجاوبكم وما نعطيكمش الوقت وما غديروا والو. اللهم انسان تنعطيوه شي حاجه اللي بغا هو، تنتفاهموا معاه بلاتي احسن. وحنا عندنا المعامله مع الناس مرحبا بكم والف مرحبا، كاع اللي تخسر خاطركم راه ما كايناش. ومعكم هشام في الصالونات المغربيه، اما بلومو هشام في الفيسبوك، العظيم هشام في الانستغرام، واما بلومو هشام في الانستغرام. حنا في مدينة الدار البيضاء ضرب عمر، الناس اللي تيسولوني ديما فين كاين فين كاين، حنا راه في الدار البيضاء في ضرب عمر، الفروع كامله عندنا في ضرب عمر. يلا وديروا معايا شي دويره. هنا كما قلت لكم هنا راه الخديه هذا فاس درناه هكا موتيف، راه كله الصالون درناه في الورده ديالو هكا، شوفوا شوفوا كيفاش جا كل الدوره دابا مقاده. يمكن لك دير الظهر ديالو بداك الموتيف تخدم هكا وهكا. انتما هنا الطبله، الناس اللي تيسولوني على الطبله شحال فيها، هذه راه فيها متر وعشرين، ولي صوندري راه ما تنديروش 45، تتكون 50 دايره، شفتوها هنا درنا ليه جوج لي صوندري. يلا مرحبا بكم والف مرحبا، وتابونا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد ديما مع هشام وديما الجديد. يلا بسلام عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا، وعواش لكم مبروكه وعيد مبارك سعيد.